إيران تتوعد وتهدد وإسرائيل تستنفر وتقول إنها جاهزة للتصدي، وأمريكا تحرك أسطولها تحسباً لأي تصعيد في المنطقة. سيناريوهات عدة انتشرت في الأيام الماضية حول الرد الإيراني المتوقع على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على أراضيها، خاصة أن المرشد الإيراني علي خامنئي توعد إسرائيل بأشد العقاب وأصدر أمراً بشن هجوم مباشر على إسرائيل بحسب نيويورك تايمز. لعل السيناريو الأبرز الذي تكرر الحديث عنه يشبه الضربة الإيرانية السابقة على إسرائيل في شهر أبريل الماضي. السيناريو قد يتوسع بحيث تنطلق الصواريخ أيضا في وقت واحد من جبهات أخرى كلبنان والعراق واليمن وإيران أيضا. طبعا الصواريخ توجه إلى قواعد عسكرية بغض النظر عن إصابة أهدافها، ولكن رغم التأهب إلا أن مصادر في الإدارة الأمريكية لم ترجح قيام إيران بهجوم واسع بسبب عدم وجود مؤشرات لتحركات ميدانية، كما أن مراقبين في واشنطن يرون أن الأطراف المعنية ليست متحمسة للدخول في حرب كبيرة، إلا أن عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها. وبينما تحضر إيران لهذا الرد، تتزايد التساؤلات حول الاختراقات الأمنية التي تعاني منها داخليا، خاصة بعد تقرير لصحيفة تيليغراف كشف فيها أن الموساد استأجر عملاء إيرانيين لتنفيذ اغتيال إسماعيل هنية.